اف صداح. لوك 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 لوك. بعد كده بقى اجيب اسبرينه. دعاء، ممكن افهم حاجه؟ ايه؟ قلعت السماعه بتاعتك ليه؟ طيب ده خلاص مش قادره اصدقها. يا بنتي حرام عليك، استغلي شويه، استغلي. طب هنفطر ايه؟ والمصحف ماكل طعميه. طب هناكل ايه؟ ناكل كسري. ناكل كسري. طب اطلبوا لنا. ماشي. ناكل كسري ما ناكلش ليه كسري. يا داري. هو حضرتك قلت ليه؟ ايه يا مستر في ايه؟ ما تكح كده ولا تف ولا تعمل اي حاجه. بريك. بريك؟ بريك معاده لسه ما جاش والله. طب تواليت؟ ماشي يا دعاء. قدامك 3 دقايق بس. اتفضلي. شكرا يا مستر. انا لو هعملها على نفسي هاخد اكتر من 3 دقايق. الو. اسال. ايه ده انت لسه في الحمام؟ نفسي اعرف اخوك اداني امبارح ايه يا دعاء وشربهولي. سلامتك يا طروقة. دعاء، هو انت حطيتيلي امبارح ايه في العصير؟ ولا حاجة، سكر سكر. هتلاقي بس كان ماشي عليه نمل ولا بايظ ولا أي حاجة. بقول لك إيه؟ أنا إخواتي عاملين يسألوا عليك من امبارح كتير 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 قوي. يسألوا على مين يا دعاء؟ ده أنا لسه شايفهم امبارح بالليل يا دعاء. شافوني فين وعرفوني إمتى دول يا دعاء؟ حرام عليك. طارق، هو أنت هتتقدم لي إمتى؟ أتقدم لك يا دعاء؟ دودو، أنا لما فكرت فيكي وانا قاعد القعده بتاعتي دي اكتشفت ان مستواكي المادي اعلى من مستوايا المادي بكتير. احنا فعلا مستوانا المادي اعلى منك بكتير. لا بص، خلاص مش مشكله. انا هقف جنبك واساعدك وساندك. وانت عندك الشقه يعني وفرت علينا كتير ولا ايه؟ يا دعاء، يا دعاء، شقه انا عشان اتجوزك محتاج مش اقل من 100,000 جنيه. طب انت معاك منهم كام؟ 12 جنيه ونص يا دعاء. خلينا بقى قاعدين مستنيين لحد اما نكملهم يا دودو. يا نهار اسود، ده انا كده هتحنط يا طارق. طب قولي لي يا دودو، انت معاكي منهم كام يا روحي؟ انا معايا مرتب اللي لسه هينزل. مش قلت لك موضوع الجواز ده محتاج تفكير يا دعاء؟ طب بص، انا ممكن اتصرف في فلوس الشبكه والحاجات دي يعني والذي منه، والذهب كده كده هيبقى معانا بتاعنا يعني، ايه رايك؟ فكره عظيمه يا دعاء. طب انتي هتعرفي تتصرفي امتى في فلوس الذهب؟ انا عندي فكره. فلوس الذهب دي تستلفيها من خالك، مش هو مليونير؟ اهو انت مش تعمل حاجه خالص يا طارق؟ ما انا بعمل اهو يا دعاء، ما انا بعمل. حاجه تقدم لك يا روحي. هت ايه؟ هتقدم لك ايه يا ابن التراب ده؟ انت هتردمنا؟ هي اللي كسر من ايام الهكسوس يا بابا. معلش يا باشمهندس، الجهاز بتاعنا مركون بقاله فتره محدش بيستخدمه، كل الوقت بيستخدم الموبايلات. طب وانتوا ايه اللي فكركم بالمرحومه دي يا استاذ هاني؟ اصل فادي بيحب يهزر قوي. دمه زي العسل، دمه زي العسل. شيرين بنتنا ان شاء الله الدكتوره شيرين على حسب ما يكون يعني هتكتب رساله الماجستير عليه. انا قلت ايه؟ اشوف اخبار المرحوم. قصدي الجهاز اخباره ايه؟ لا يا استاذ هاني، يعني الجهاز ده مات وشبع موت بصراحه. انا اللي قلت لعمك هاني، انا اللي قلت لعمك هاني بلاش يجيب جديد ويجيب الجهاز القديم ده، وقلت له فادي ابني هيرجعه احسن من الجديد عشان خاطر شيرين. تعبينك معانا والله يا باشمهندس. جدا الصراحة. اتفضلوا. يزيد فضلك يا حبيبتي. اتفضلي يا شيرين. الله يخليك. شيرين، اتفضلي يا حبيبتي، البيت بيتك. طبعا البيت بيتك. اشربي يا شوشو. فادي قازم على شيرين. اشربي يا شيرين. ده دايت؟ نعم. فادي بقول لك ايه؟ في بره في الدرج اللي بره مفك احسن من المفك اللي معاك ده. مش محتاجه يا بابا. لا انت محتاجه، انا عارف، اصل المفك اللي بره احسن. قدامي. تعالى بس قدامي. اطلع قدامي. انت ايه اللي بتحببه ده؟ انا برضو انت جايب لي واحده قد مرتي تقول لك اتجوزها؟ يا ابني دي هتبقى دكتور الجامعه. وانا مالي؟ يا ابني مستقبلها مضمون. وانا ضامن مستقبلي ليه يا بابا؟ ولا
سيبك من الكلام الفاضي ده، انا مش عايز الدلع اللي انت بتعمله، انا عايزك تخش كده تقفل وشك تبقى كويس تبتسم وتعامل الناس كويس، فاهم؟ يا بابا دي بتقول لك بشرب عصير دايت. ايوه يا ابني في دايت، احنا مش عارفين، يمكن احنا مش عارفين، امشي خش قدامي اتفضل. اهلا اهلا، منور يا هاني. نورك يا مكرم بيه، نورك يا حبيبي وعشرة العمر. ربنا يخليك يا حبيبي. وانتي يا شوشو الماجستير بتاعك في ايه؟ في تأثير عوامل البيئة في دورة حياة صرصور الحقل. وبتمسكي الصرصور ده بإيدك؟ لا مش بتمسكه بس، دي بتشرحه كمان. بابا هيطير مننا هيطير. أكيد بقى بتربيه في الكيسة دي صح؟ لا خالص، أنا عاملة له قفص مخصص عندي في الأوضة مليان صراصير. ده إيه الحلاوة دي يا ماما؟ الله يا ابني دراستها يا حبيبي دراستها. كل الناس تشوف الصرصار تضربه بالشبش، احنا نشوف الصرصار ونقول صرصار يا شيرين صرصار يا شيرين صرصار يا شيرين. ما تطورش قوي كده. ما انت ليه شيرين قايمه بدور مبيد الحشد؟ انا اول ما بشوف الصرصار بعرف اذا كمل العيله بتاعتي ولا غريب عنهم. هو انت عندك صراصير؟ لا لا لا، هي بتشوف الصرصار من العائله اللي بتربيه ولا لا. يعني صرصار متربي ولا مش متربي؟ طب وبتعرفيهم ازاي بقى؟ بتعملي لهم دي ان ايه يعني؟ بمجرد نظره. ايه؟ حد يتوه عن عيلته. انا عرفت الكيسه دي محتاجه ايه. اهو شفتوا؟ مش انا قلت لكم انا عارف ابني ابني منتهى الشطاره. يا باشمهندس ها الجهاز ده محتاج ايه بقى؟ محتاج تصليح دفن. عسل. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.